السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة زيرو تي في. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نعرب الفوتوشوب علشان نعرف نكتب عليه باللغة العربية ونحل المشكلة دي إزاي. فتابعوا الحلقة للنهاية وما تنسوش اللايك والشير وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد بالفيديوهات، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. أهلا بكم مرة تانية. كنا في حلقة من الحلقات اللي فاتت كنا نزلنا برنامج الفوتوشوب 2020 مفعل مدى الحياة بدون كراكة وبدون برامج، هسيب لكم رابط الحلقة أسفل الفيديو. ودلوقتي احنا عايزين نعرب الفوتوشوب علشان أوريكم دلوقتي ايه هي المشكلة. مشكلة التعريب اننا نكتب باللغة العربية فما بيرضاش يكتب معانا، أو بيكتب معانا بس بتبقى الحروف متلخبطة. فالمشكلة دي احنا عايزين نحلها. نعمل ايه؟ لو مثلا عندنا صورة زي دي احنا حابين نكتب عليها أي حاجة، وجينا نكتب مثلا برامج، ثانية نغير لون الكتابة، برامج اهو، اي حاجة هتكتبها مثلا العاب بتتكتب معكوسة او متلخبطة. طيب المشكلة دي احنا عايزين نحلها. نحلها ازاي؟ اول حاجة هنحمل الملف اللي هسيبهولكوا في الديسكريبشن، هسيبهولكوا في الاول باسم تعريب الفوتوشوب. هتحملوا الملف ده، وملف مساحته صغيرة جدا. وبعدين هنعمل استخراج للملفات، او الملف مساحته ما تكملش 1 ميجا. بعد كده الملفات اللي هتطلع لنا نعمل لها كوبي، وبعد كده هنروح على المسار ده، هنفتح السي وبروجرام فايل، ونفتح ادوب فوتوشوب 2020 لوكالز. بعد كده هنعمل لصق هنا ونوافق على الاستبدال. بعد كده هنرجع نفتح البرنامج، ونحط الصورة اللي احنا عايزين نكتب عليها، ونجرب اننا نكتب مرة تانية اي كلمة كده، مثلا برامج. نلاحظ ان المشكلة لسه زي ما هي ما تحلتش. طيب حل المشكلة، هنفتح edit او تحرير لو انت عامل واجهة باللغة العربية، وننزل تحت على preferences او التفضيلات باللغة العربية. بعد كده نضغط على general او عام باللغة العربية. بعد كده هنضغط على تايب، او هتبقى الكتابة او حاجة زي كده. بعد كده نختار ميدل ايسترن اند ساوث اسيان. بعد كده نضغط اوكي ونقفل البرنامج ونرجع نشغله مرة تانية. ونحط الصورة اللي احنا عايزين نكتب عليها باللغة العربية. بعد كده نكتب مثلا برامج. زي ما انتم شايفين المشكلة اتحلت بنجاح وبدون برامج او تعديلات او اي حاجة كتير. هما ملفين بس مساحتهم صغيرة جدا. هنحملهم وهسيب لكم رابط تحميل الملفين دول اسفل الفيديو في ملف واحد مدمج. وكمان هسيب لكم رابط حلقة تحميل برنامج الفوتوشوب 2020 مفعل مدى الحياة بدون برامج او كراك او اي حاجة. وما تنسوش بقى اللايك والشير وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد بالفيديوهات. شكرا لكم على المشاهدة، والى اللقاء في حلقة جديدة.